مرحب مشاهدينا بضيفتنا دارين المصري. دارين هي مؤسسة شركة كيدبروف سيفتي ببيروت والشرق الأوسط. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي رولا، شكرا كثير على استضافتي معك اليوم. أنا كثير محمسة ومبسوطة أنه نقدر اليوم إن نوعي شوي الأهل ونحط ضوء على موضوع تعليم السلام الأكبر. هذا موضوع كثير بهمنا نحن كمان دارين، لأنه كلنا أهالي وكلنا عنا أولاد، وأكيد أولادنا مثل ما قلت هن أغلى ما عنا. اليوم معظم الأهالي بيعترفوا إنه المخاطر اللي عم تواجه أولادنا هي أكثر بكثير من السنوات الماضية، لذلك حبينا نركز على هالموضوع. لما بنقول تعليم السلامي للأطفال، شو يعني؟ شو يعني سلامة الأطفال؟ لا أنا بس هعمل شوي باك جراوند. كيدبروف سيفتي نحن شركة كندية أصلا، مؤسستها سامانتا ويلسون اللي هي أصلا شرطية وكانت اكسبرت بموضوع أمانة الطفل. فحبت إنه توصل هالمعلومات للمعنيين اللي هن الأولاد والأهالي. فوقت نكون عم نحكي بسلامة الطفل أو تعليم أمانة الأطفال، شو قصدنا؟ السلامة الشخصية، يعني سلامة إذا الولد كان بالبيت أو برات البيت. بنعرف إنه السبب الأول لوفاة الأطفال تحت عمر ال 14 هن الحوادث اللي بتصير بقلب البيت أو براته. نحكي كمان عن هي سلام... مفاجأة لمعظم الناس، بس هي سبب كتير عالي. نفس الشيء سلامة على الإنترنت، في عم نحكي كمان السلامة بالتعاطي مع الأهل، رفقاتنا، معلميننا. فالعلاقات السليمة نفس الوقت الإخلاقيات، نفس الوقت المواطنة الصالحة، النيوتريسيون يعني التغذي. فكل هيدول اللي بيأثروا على نمو الولد بطريقة سليمة. يعني نحن بعد 10 سنين اليوم 4 ملايين أهالي وأطفال كل سنة بتبعوا الدورات تاعوا كيدبروف سيفتي، لأن عن جد بعتقد الأهل اليوم مثل ما قلتي عم بيلاحظوا إن مع مجيء الإنترنت والتلفزيون والأفلام والفيديو كليبس عم بيصير في مثل تعليم على الأولاد خارج تعليم البيت. ويمكن كتير أمرار بتناقضوا سوا، فالأهل عم بيحسوا إنه بحاجة لهالمساعدة أو الدعم، عم بيحطوا أمر التقل على المدرسة إنه هيدا رول المدرسة تعلم هيدول المواضيع. المدرسة بتقول للأساتذة، بس أستاذ المات والفرنسي كمان. هل هن بالفعل مؤهلين؟ هيدا سؤال علامة استفهام كبيرة حوله. لا مدربين حتى يحكوا عن هالمواضيع، ولا عندهم الأوتيل اللازمة تيقدروا يوصلوا المساج الصح للأولاد. رح نحكي دارين عن برامج كيدبروف كيف بتوصلوا هالمعلومات للأهالي وللتلاميذ، ولكن بدنا نتوقف للحظات قبل. بفاميلي مع دارين المصري، مؤسسة شركة كيدبروف سيفتي بلبنان والشرق الأوسط، اللي بتأمن أو بتقدم برامج لتعليم سلامة الأطفال بلبنان والمنطقة. دارين، كيف توصلوا المعلومات من قبل شركة كيدبروف لملايين من الأهالي والتلاميذ؟ كيدبروف للميدل إيست، نحن انطلقنا هلأ بلبنان من شهرين بس وللشرق الأوسط. فأول شيء نحن بنعتقد أنه الولد بيتعلم أكثر مش إذا قاعدة وعم بيحضر محاضرة، فالولد بحب يشارك. فنحن الدورات للولاد بتكون كتير يعني فيها جدول تفاعلية، فيها سيناريوز، فيها ديسكشنز، فهيك الولد بينمي الفكر النقدي تبعه، بقوي ثقته بنفسه. ساعتها ما بيكون عم بياخد وقته يطلع من الصف، بيصير بياخد قرارات بيست على الثقة بنفسه، وبيقدر يقيم موقف، يعرف شو هني العلامات التحذيرية ويقدر ياخد قرار سليم. فنحن منبلش هيدا الشيء بالمدارس، عم نعطيهم هلأ بالمدارس، بس منعتقد انه لا نأمن أمانة الطفل في الأولاد، في المعلمين، وفي كمان الأهل. فعنا دورات للأولاد، دورات للمعلمين حتى نعلمهم كيف يتعاطوا مع الولد بهالأمور، وكمان للأهل حتى يقدروا يعرفوا شو العلامات التحذيرية إذا أولادهم بخطر، يعرفوا كيف يحكوا مع الأولاد. منعرف انه الرادع الأول حتى الولد وقت يوصل بعمر المراهقة ما يفوت بسلوك خطير، هو انه يكون في عنده تواصل سليم مع أهله، ويكون بالبيت. في علاقة فيها كتير تراست، ثقة بين هو وأهله. يعني دور الأهل أساسي بهالموضوع من عمر صغير للأولاد، لازم ينموا هيدا الشيء. وهيدي هي الباز عن جد لتعليم كيدبروف، انه من عمر 5 سنين، لأن احنا دوراتنا بلشوا 5 سنين، فمن عمر 5 سنين لتوصل عمر 12-13 يكونوا نموا هالعلاقة
علاقة اللي فيها ثقة وفيها openness مع أهلهم وحتى وقت يوصل عمر المراهقة بيكملوا عنا دورات لحديث عمر 16 بس بيكون already فيها العلاقة السليمة بينهم وبين أهلهم. دارين في أولاد ما بيحبوا يحكوا عن هالمواضيع الحساسة مع أهلهم، لذلك أهمية هالدورات مع التلاميذ مباشرة ومع الأساتذة بالمدارس. صح، بتعرفي حتى معنا أنا أمرار بيكون في دورة مثلا بمدرسة أو شيء عم نحكي عن أي موضوع لو كان سلامة على الإنترنت أو لو كان، فبهيدي الدورة بتشوفي وبيكون عمرهم 15-16 يعني هلأ وصلوا على مرحلة أنا ما بدي أحكي. صح. أنا ما اللي بيعرفوا كل شيء، أنا بعرف كل شيء، بتلاقي أول خمس دقايق إنه هيدا بآخر يعني وقت عم بهيدا وبالآخر بتلاقي كله عم بيرفعوا إيديهم كله عم بيشاركوا والحلو عم بسمعوا إنه رفقاتهم رفيقتي وصل لها هيك مساج صار معها هيك موقف صار معها هيك اجتهم فرصة يحكوا عن الأشياء اللي خوفانين منها، فهيدا الشيء كتير 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 بيأثر عليهم. نفس الوقت كل دورة اللي نحنا بنعملها للطفل بيروح بتلكتاب ليفغي مثلا parent book بيرجع بيروح للأهل، فبالparent book بيكون في للأهل نحنا هيدا الشيء ضروري لإلنا كيف يبلشوا حديث مع الولد بهيدا الموضوع، بنعطيهم أفكار بنعطيهم سيناريو بنعطيهم يعني حتى جملة كيف يبلشوا هالحديث وينمو it's never too late. فسي جامي تخو تار إنه تربى هيدي العلاقة بين الولد والأهل. نعم، المخاطر مثل ما قلنا تغيرت عبر سنين وكل الأهالي بيعترفوا إنه اليوم في مخاطر كتير ومختلفة عن السنوات الماضية. شو هي المواضيع اللي بتشمل دوراتكم؟ هلا مثل ما قلت نحنا مواضيع من 5 إلى 16 فحسب كل عمر، في دورات بتخص كل عمر حسب هلا هو بهالعمر شو معقول هيدا ليفلت course information هيدا الكورس للأعمار الصغيرة هيدا بيحمل 5 إلى 16 إذا بلشنا حنبلش من فوق لتحت فمنبلش من فوق اللي هو وقت يوصلوا على drug alcohol tobacco يهن الكحول والدراجز وهالأشياء أكيد منشمل فيها الانرجي درينكس منشمل فيها لكل الأعمار كل الأعمار. خلينا نحكي عن الشرق الأوسط مش بس لبنان، 44% من الأولاد عم بيقولوا أنه مثلا الأكستسي أو الحشيش بالنسبة لقالهم مش دراج ومفروض تكون لجال، فوقت يكون في هالتفكير عند الأولاد اليوم إنه الحشيش بطل دراج ومفروض تكون لجال إنه هيدا منا كتير خطيرة، معناتها إنه لازم يصير توعية ووقائية لازم تصير إيميديات ما. العمر الأفرج بلبنان إنه الولد يتعرض لهيدول الأمور هو عمر 13 عمر كتير صغير. أنا وأنت بس منتذكر بأي عمر تعودنا على الأمور أكيد مش 13 أكيد مش هالأمر، ولكن بدنا نحكي عن مصدر هالمعلومات للأولاد اللي هو الإنترنت. اليوم وجود الإنترنت دارين قدي زاد هالمخاطر أو غير هالمخاطر على أولادنا؟ أول شيء نحن منعرف أنه وقتا نحكي عن هون دورات الضغط من الرفقات هو هيدا peer pressure which is something هيدا الشيء اللي كتير خطر. في دراسة اليوم بتقول أنه التلفزيون وقتا الولد عم بيحضر مسلسل كل أولاد عنا في جلي في عدة مسلسلات اللي هو عنده الكاركتر favorite character بهيدا المسلسل. الأولاد في دراسة جديدة طلعت الجمعة الماضية بتقول أنه تلت الأولاد يعني أكثر من هالشخصيات بتبنوا بحسوا انه في ضغط كأنه peer pressure يعني التلفزيون صار ضغط على الأولاد انه انا لازم يكون عندي هالسلوك هالاسلوب هالمعاطات حتى اكون cool حتى اكون محبوبة حتى اكون in بكل بساطة بدي يكون in. فهون خطورة كتير الانترنت، هاي اول مرة بتاريخ العالم الغريب عنده access مباشر على أولادنا. انا هون بموقف بدون علمنا فالاهل ما بدي يعني الاهل مشغولين وصار في يعني هلا عندنا ايكونوميك كرايسيس في فاينانشال بروبلمز يعني في مشاكلنا الخاصه كمان بلبنان والشرق الاوسط. بدي اقول انه والله كل شيء الحق على الاهل بس الاهل مضغوطين وفي هيدول كل الاشياء فبحاجه لهالمساعده. شو لازم اعمل؟ شو هن الرولز اللي انا بحب اقوله للاهل؟ انه بتل يعني ما تقطعوا الانترنت من البيت، أنا ولكن يكون في اشراف دقيق. كتير غلط انه تقطعوا لانه الانترنت حيضلوا بحياة اولادكم، بكره بدهم يشتغلوا، بكره يفوتوا على الجامعة، بحاجة للاشياء ولازم يكونوا يعرفوا يتعاطوا مع التكنولوجيا. بس مثل ما انا اذا ركبت السيارة اوكي بحط سنتور دي سيكوريتي بتعلم القيادة السليمة ما بمشي بسرعة باخذ سيفتي ميجرز حتى ما اعمل حادث. نفس الشيء على الانترنت، ما بنوقف استعمال الانترنت بس لا في اشياء. هون شو نصيحتك للاهل دارين؟ شو النصايح لإلي للأهل؟ مشان هيك نحن عنا بثلاث فئات أعمار من 5 إلى 8 8 إلى 11 11 إلى 14 في عنا كورة على الإنترنت. إيه لأنه مثلا خلي حأعطيكي وهيك بنقدر نعطي نصايح للأهل اليوم على الهواء.
حسب الأعمار. فمن الخمسة لثمانية بنحكي عن الإنترنت. إذا موضوع الإنترنت أول شيء هون بلش نتقول للولد إنه الإنترنت مكان منه شيء. يعني أنا هلأ هون أنا بمكان عم شوفك، فعندي أسلوب وسلوك وكيف لازم يكون. فبتل ما أنا بالحياة الحقيقية اليومية إشي تصرفي الصح، نفس الشيء هالتصرف صح على الإنترنت. تصرف الغلط بالحياة اليومية هو تصرف غلط على الإنترنت. وبنفس الوقت على الإنترنت أنا اليوم شايفتك وجها لوجه فيس تو فيس، بعرف أنا بنت عمري هالقد عيوني زرق، يعني عم تقدري تعرفي مين أنا على الإنترنت. anyone can wear a mask، العالم بيقدر يحطوا ماسك، فلازم يكون في هون ننمي الفكرة. وما في طريقة حتى ندقق بأي معلومة بتتقدم لنا. فالرول لهالعمر إنه ما بنحكي مع حدا ما بنعرفه وجها لوجه، ونفس الشيء بس بنقبل الرفقة اللي أهلنا قايلين أوكي عليهم واللي بنعرفهم وجها لوجه. وقتا ننتقل لعمر أكثر أكبر، يعني وقتا نصير 8 لل 11، هون بنفوت أكثر فيروسز، بنفوت أكثر البريدتورز، يعني في الغرباء. نحن بكتبروف في كثير بنركز على سلامة مع الغريب أكيد، والأمان مع الغريب. لو كان في اثنين كور اللي هو never be lost و stranger smart، بس كمان بنستعمل هيدا التعليم عبر الإنترنت لأن أكيد الغريب موجود على الإنترنت. فبسايبر سيفتي هون بنقول البريدتورز، بنجرب ننمي هالتفكير النقدي. وقت نوصل على 8 ل 11 سري 11 ل 14 هون بنفوت بقى فيسبوك ويوتيوب وتويتر. كنت بالسالون دو ليفر مش من زمان، وعندي اولاد عمرهم 8 وهيك، كان في عده مدارس اخذوا دورات وكلهم على الفيسبوك وكله على تويتر وكله على اليوتيوب. فهيدا غلط الشيء بهالعمر ردي. ايه مش لازم قبل عمر 13، مش لازم قبل عمر 13، لا اكشلي اتس ليجل، مش مفروض سيندي ريجلمون، بس ما حدا بألف عمر. فاللي لازم ليجل بالعالم كله؟ ايه فيسبوك مفروض مش قبل 13، هو بيقول لك ريجلمون، بس كثير اولاد بكبروا حالهم تيعملوا بروفايل. نعم. فاكيد الاهل هيدي باكد لك معلومه انا وكثير من الاهالي اللي عم يحضروا ما بيعرفوها، فلازم ندقق فيها. ضروري كثير يتوصل رساله، خصوصا شوفي اولاد رح تنشحط عن الفيسبوك ورا حديثك اليوم. بس انا بقول لهم انه مثلا هلا بقول لك كل الاهل اليوم انه عطوا قولوا لاولادكم اليوم انه انا بكره حاعطيك 24 ساعه بدي فوت على البروفايل تبعك ونشوفه سوا. عطون 24 ساعة ليش؟ إذا بتعملوا لهم تينطفو، لأن وقت تينطفو بياخذوا ساعتها هون التفكير النقدي بيشتغل. أنا هذا الشيء أبروبري، هذا الشيء بيوزنوا الصح والغلط، مين لازم يبقى ومين لازم ما يبقى، بتعلمون أكثر من إنه تعملوا لهم تفكير. يختاروا. أوكي. في عنا دورات دارين مش قادرين نكمل هلا. اليوم قدمنا صورة عامة عن كيد بروف أولا، وثانيا موضوعنا اللي هو سلامة أطفالنا، قلت هو أولوية وبيعنينا كلنا، فضروري يكون عنا لقاءات مقبلة معك بحلقات مقبلة، وراح نحكي بتفاصيل أكثر عن مختلف هالمواضيع اللي ذكرناها. أهلا وسهلا فيك. شكرا كثير. لا ثانك يو. واقفي مشاهدينا ومنتابع حلقتنا، خليكن معنا.